متقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصحبه والتابعين المركزية الحزب ومن حضر معنا ومن نخبة الحزب ومن عائلته. أعلن رسميا على تنصيب أعضاء المديرية المركزية للإعلام والاتصال والوسائل الحديثة بمهام تعبوية وإعلامية ترقى لمستوى الحدث والمرشح الذي يدعمه حزبنا، إنه السيد عبد المجيد تبون. هذه اللجنة مكونة من إطارات حزبنا وحرائر حزبنا في الإعلام، وهناك كذلك قائمة من إطارات حزبنا من كوادر الحزب وشباب الحزب وشابات الحزب الذين سيكون كالفيلقة في تنشيط التجمعات على مستوى الولايات والدوائر والبلديات.